الفيلم غادي تشوفوا الشباب ديالنا، شباب ايجابيه، شباب اللي فيها الانرجي قويه، وهاد الانرجي زعما غادي تحسوها لاقاش ماشي غتبقى هنا، غادي تخرج. داكشي علاش كنقول لهم عليو صوتكم. انا ماشي لا ماشي استاذ ديال الهيب هوب، انا بالنسبه لي الهيب هوب هو ان انسترومون باش يعاون الشباب يعبروا راسهم، فهمتي؟ لاقاش كل واحد فينا عنده شي حاجه مخشي لداخل، كل واحد فينا عنده الحلم، فهمتي؟ واحد الطفل صغير اللي مخبي هنا وخص يخرج هذاك الشيء. وفين غادي يخرج هذاك الشيء؟ في المركز بحال هذوك المركز ديال نجوم سيدي مومنت، مؤسسات علي زوا، مع الهيب هوب، مع الفنون، الثقافه والفنون. انا ملي كنت صغير تعلمت كل شيء في واحد المركز ثقافي اللي ماشي هنا في المغرب، في الناحيه ديال باريس، واحد البلاصه سميتها سارسيل، لا بونليو كيف كنقولوا. وإلا ما كنتش غادي في هذا المركز بحال هكاك ما غاديش نوني مخرج اليوم. وفي هذا الوقت في البدايه ديال الثمانينات كان الهيب هوب جاي من امريكان، يلا وصل لفرنسا، دونك شفت البدايه ديال الهيب هوب نقدروا نقولوا في اوروبا. وراني غني فرحان اليوم باش نشوف هذا الموفمون ديال الهيب هوب فين وصل، جا لهنا وكيفاش كيعاون الشباب ديالنا باش يدويو فنون ثقافه. والمستقبل ماشي على بغا، ماشي الخارج، انا في المغرب. داكشي اللي كنقول لهم ديما، واخا صعيب لاقاش ماشي كلشي ساهل، خصنا نفهموا بدايتنا، ولكن واخا صعيب ما كاينش احسن من البلاد ديالنا.